اليوم كانوا الاجتماعات الأخيرة اللي حولت الشركة اللي كنا قمنا بتأسيسها مع الشركاء ديالنا اللي هما سي دي جي والبنك الإسلامي الدولي لقطر، باش نوضعوا ملف ديال الترشيح للبنك التشاركي. أوائل 2017 حصلنا على هذا الترخيص، ويمكن نلاحظوا بأن الملف ديال اللي توضع من طرف سياش بنك والشركاء ديالو كان هو الأول في القائمة اللي صدرت بنك المغرب، وهذا بالنسبة لنا تعبير على الجودة ديال الملف اللي ضعناه. من بعد هذا قمنا بعض المراحل وبعض الإجراءات إدارية وقانونية باش نحولوا الشركة اللي كانت أصلا البنك، لأن دابا ترخص لها، وهذا الشيء اللي كان اليوم. حولنا القانون التأسيسي للشركة من شركة للدراسة لشركة بنكية، وبطبيعة الحال هذا التحويل وكبوا اختيار الاسم اللي غتحمل هذا البنك، واللي هو أمنية بنك كما علمنا عليه اليوم. هذا البنك غادي يخرج للوجود في أقرب الأجال. كاين واحد الإجراء إداري بقي، هو صدور الترخيص في الجريدة الرسمية، يعني مباشرة بعد هذا الصدور غادي نعلنوا على بداية العمل إن شاء الله. المدن الانطلاق بطبيعة الحال هي المدن الكبيرة في المغرب، الرباط والدار البيضاء، ولكن عندنا وكالات كتوجد الآن في طنجة، في مراكش، في أكادير، في مكناس، في فاس، في وجدة، يعني جميع المدن الكبرى إن شاء الله في واحد الوقت قريب جدا هذا البنك غادي يكون عنده وكالات في جميع المدن المغربية المهمة. موجودين حاليا لطرح الخدمات التجارية. تماما، من بعد مباشرة من بعد الصدور في الجريدة الرسمية غادي نعلنوا على اليوم بداية العمليات، غادي نعلنوا عليه بواحد الشكل رسمي. حنا تنطمحوا ان الامنيه بنك تكون بنك ريفيرونس في هذا الميدان، والبنوك التشاركيه هي مصارف لا تجي تقدم جميع الخدمات اللي تتقدم المصارف اخرى، سواء من ناحيه وسائل الاداء، لا من ناحيه تمويل، ولا من ناحيه الادخار. في هذا الجانب ان شاء الله غادي البنوك التشاركيه تكون بنوك مكمله للبنوك التقليديه، لان يعني كاين بعض الزبناء والمواطنين اللي سواء تياخذوا الخدمات المصرفيه من البنوك التقليديه ولا ما تياخذوهاش. نتطمحوا اننا نكونوا مكملين في السوق لهذه المصارف، باش جميعا نحاولوا ندمجوا كل شرائح المجتمع المغربي في الميدان الرسمي المستبنك. صعيب باش الواحد يقدر يقدر شحال تكون الحصه، ولكن المهم هو حنا درنا دي ستود دو مارشي، والمهم اللي تيبان لنا هو كاين واحد الطلب واحد الرغبه كبيره بالنسبه للبنوك التشاركيه. الناس تنتظروها وتنتظروها منذ سنوات، زعماني اكثر من دابا تقريبا 5 ولا 6 ديال السنوات، والحمد لله اليوم تجاوزنا واحد المراحل كثيره اللي تجعلنا باش يمكننا نجاوبوا هذه الامنيه هذه اللي كانوا الناس تنتظروها. ما نقدرش نقول لك واش يمكن 5 واش يمكن 10، المهم هو كاين واحد الطلب، كاين واحد الطلب، وحنا غادي نحاولوا ما يمكن باش نجاوبوا هذا الطلب هذا باحسن ما يمكن.